يقول: ما هو الوقت ما هو الوقت الصحيح للسحور؟ يا أخي السحور إلى طلوع الفجر كله وقت، كله وقت، كل ما تأخر أفضل، يكون عند طلوع الفجر تنتهي منه، هذا أفضل إنك تقدمه بزمان قبل طلوع الفجر، كونك تأخره ويكون آخر شيء وتنتهي منه عند طلوع الفجر يكون هذا أفضل، وهذا هو السنة.